فنزويلا في عامها الخامس من الركود الاقتصادي منذ تولي نيكولاس مادورو السلطة في العام 2013. قتل 120 شخصا تقريبا خلال مظاهرات ضد الحكومة في العام 2017 في أعقاب التحول الاستبدادي للمؤسسات. يتوقع صندوق النقد الدولي تضخما قدره 13,000% في عام 2018. معظم هؤلاء يبحثون عن الطعام والرعاية الصحية. يوميا يعبر ما يصل إلى 40,000 فنزويلي جسر سيمون بوليفار للوصول إلى كولومبيا ومدينة كوكوتا، هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية في البلاد. تعاني هذه السيدة من التهاب الزائدة الدودية الحادة، نقذت في الوقت المناسب، لكن الكثيرين ليسوا محظوظين مثلها. في فنزويلا تفتقر المستشفيات إلى كل شيء. الصليب الأحمر الذي تموله دائرة المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي موجود بالقرب من الجسر منذ منتصف العام 2017. فكرة الصليب الأحمر هي فتح باب الاستشارة كل صباح وإغلاقها كل ليلة. إنها طريقتنا لكي نرفع أيدينا ونقول هناك شيء ما يحدث هنا وعليكم أن تنتبهوا إليه. الدولتان المعنيتان تغضان الطرف عن هذه الأزمة. هناك ثلاث ممرضات وطبيب بشكل دائم في الخيمة المخصصة للإسعافات الأولية. يحتاج المهاجرون المعترف بهم في هذه المناطق إلى أدوية أساسية أحياناً للأمراض المزمنة لم تعد موجودة في فنزويلا. في بعض الأحيان هم أشخاص مصابون بالسرطان أو سوء التغذية. نقدم المساعدة لشاب أغمي عليه، تم إحضاره إلى هنا ويبدو أنه يعاني من سوء التغذية. نتعامل مع 5 إلى 6 حالات كهذه في اليوم. موقع الصليب الأحمر بالقرب من مكتب الهجرة، يوميا أكثر من 3,000 فنزويلي يصطفون للحصول على جوازات سفر. كثير منهم أمضوا بضعة أيام لعبور الحدود. يقدم الصليب الأحمر الكولومبي خدمة للاتصال بعوائلكم، وبإمكانكم القدوم إلى هنا والاتصال بالإنترنت. بدأنا بتحميل هاتفنا للاتصال بعائلتنا. انقطعت أخبارنا منذ 4 أيام. طلب حراس الحدود في فنزويلا 10 دولارات للشخص الواحد لختم جواز السفر. عندما لا يكون لدينا المال علينا الانتظار لأيام، لكن ليس لدينا الحق في طلب المال. لمواجهة هذا التدفق الهائل للمهاجرين طلبت كولومبيا المساعدة من المجتمع الدولي. في زيارة إلى كوكوتا أعلن المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية عن إطلاق أوروبا لمبلغ 2,000,000 لفنزويلا و6,000,000 لكولومبيا. هل تستطيع كولومبيا التعامل مع الأزمة وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد؟ تواجه السلطات الكولومبية تحديا هائلا بسبب هذا الوضع غير المسبوق، لأنها تواجه أيضا التحديات في بلدها والمتعلقة بعملية المصالحة والسلام. لذا فإن مساعداتنا الإنسانية تنتشر على كلا الجانبين في الأراضي الفنزويلية والكولومبية. في فنزويلا على وجه الخصوص نسعى لمعرفة كيفية توفير الأدوية وإيجاد مشاريع لمكافحة سوء التغذية الحاد. بلا توقف تستقر الأسر الفنزويلية الجديدة في كوكوتا. إنهم مهاجرون لا يحملون وثائق، وخاصة في الأحياء المحرومة. هنا المجلس النرويجي للاجئين المدعوم من الاتحاد الأوروبي ينظم أنشطة ل500 طفل خارج المدرسة. اليوم يمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة، لكن حتى لو كان لديهم حق التسجيل هذا لا يعني أن لديهم بالفعل مسارا مدرسيا. هذا لأن الكثير من الأطفال في وضع غير قانوني في البلاد، لا يملك أباؤهم الأوراق اللازمة للمطالبة بحقوق في كولومبيا. هذا يعني على سبيل المثال أن هؤلاء الأطفال لا يحصلون على أي شهادة عند الانتهاء من الدراسة. يسجل 4,100 طالب فنزويلي في شمال سانتاندر. أندرينا وصلت عائلتها بشكل غير قانوني إلى كوكوتا قبل 3 سنوات. اضطرت مع بناتها وابن أخيها إلى الانتظار لمدة عام قبل أن يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة.
يحاول الأطفال الدراسة بطريقة منتظمة. إنهم يقيمون بشكل قانوني بالنسبة للمستمسكات، لكن الوضع ليس طبيعياً من الناحية المالية. ليس من السهل إبقاء 3 أطفال في المدرسة حين نكون أجانب بدون أوراق. إذا كنا نستطيع شراء الطعام، فكيف نشتري المواد المدرسية كالزي والأحذية؟ الأمر معقد جداً. تعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع الحكومة لتسجيل 130 ألف مهاجر غير شرعي يعيشون في كوكوتا وتحسين ظروف معيشتهم عند وصولهم وعلى المدى الطويل.